مرحبا، أنا كيلانا، طالبة بجامعة الخليج، مقيمة في الكويت من سوريا، عم بدرس ترجمة إنجليش. إن شاء الله حابة لقدام كمل أخذ ماجستير، حابة إنه أعمل شيء يفيد بلدي، حابة إنه بس أخذ شهادة إن شاء الله أرجع على بلدي، عمرها من أول جديد، عمر أشياء منيحة غير الأشياء اللي لاحت، حابة إنه أترك بصمة بالمجتمع، بصمة بالكويت، بصمة بالشعب سوريا. بإجمالاً حابة أعمل شيء يفيدني ويفيد غيري أكثر من إنه أنا استفاد. وبس، شكراً لكم. مرحبا، معكم سارة المنجد من جامعة الخليج. أنا بدرس إنجليزي، بحب مجالي لأنفع بلدي، لأطور من بلدي، كون واحدة من البنات اللي بتخرب فيها بلدي. شكرا كثير. مرحبا، أنا ماجدة من جامعة الخليج لعلوم التكنولوجيا. أنا تخصصي محاسبة، صراحة هدفي إنه أتخرج وأكمل ماجستير لحتى أطور من حالي، أطور من إمكانياتي بالمستقبل. بصراحة هدفي إنه أطور من زود من البنوك الإسلامية الموجودة بالخليج العربي واللغة العربية. مرحبا، أنا اسمي آية طحان، عم بدرس بجامعة الخليج تسويق. دخلت المجال لأنه أنا بحب البزنس وبحب الماركتينج، وحابة إنه أفتح شركة بعدين بالمستقبل بعد ما أكمل دراستي الماجستير ويت برا، ولأخدم فيها المكان اللي عايشة فيه ولأخدم فيها بلدي بعدين إن شاء الله. بس مرحبا، أنا هبة زبي من قاس، عم درس محاسبة، لأنه هدفي إنه بعد ما خلصت محاسبة إنه أدرس ماجستير وكمل، إن شاء الله يكون مستقبل عندي شركة، ومشان فيه البلد اللي أنا عايشة فيه وفيه. Assalamu alaikum, معاكم ريم الشرقاوي من قصد. I wanted to talk about what I'm going to do in future. Inshallah, I'm going to continue till magister and after that I'm hoping to open my little business. السلام عليكم، معاكم أنفال العنسي في قصد، تخصصي English Education، وإن شاء الله ناوي أكمل ماستر in the near future وأتوظف بوظيفة تليق فيني وبديرتي. السلام عليكم، معاكم طيبة الحمدان، I'm in Gust University و my major is marketing. إن شاء الله بعد يعني 10 سنين أو قدام أبني شركة تجارية. شكرا. Hi, my name is Ahmed. I'm from Gust. I'm a Gust student. First of all, I'm very blessed and it's a dream come true to be here student at Gust. Inshallah, after I complete my studying in here, I'm willing to have my master's and maybe my PhD after that. And inshallah, to be something big in the future and to have my dream job, something that I can be proud of after 10 years and something that I can really achieve all of my dreams after I get it. That's it. مرحبا كلياتكم، انا اسمي حمد يحيى المنجد، بدرس قصد ماركتينج. ان شاء الله خلال العشر سنين التانيات او هلا عم كمل دراسه ان شاء الله مشان اني اقدر اشتغل واقدر اني فوت بشركات عالميه واقدر اني اكمل كل احلامي اللي كنت بتمنى اسويها من وقت صغري، وهي اني طبعا اني يكون عندي القدره اني اصير مثل احسن بياع انه عالمي. وبتمنى يا رب انه توفى في الشغله. وشكرا كثير. السلام عليكم، انا فاطمه ابراهيم العثمان، I'm a member in media club و I'm studying public relations و I hope لما I graduate I'll have my own company or I'll help my father in his company. و the company يعني I want to work with is about advertising و marketing because I love like both of them. و that's it. السلام عليكم، معكم عبد الله الميكي، طالب جامعة قصد، تخصصي محاسبة. إن شاء الله بعد التخرج ناوي أكمل بشركة أهلي اللي تختص بالعقار داخل وخارج الكويت. Hi, my name is Iman Ramyan. I am a Gust student. I'm studying TV radio production, and I hope in like 10 years I'd be working backstage on one of the most popular shows in Kuwait, helping improve the art scenes and the media here, give them a credible name, hopefully.
Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ibrahim. I study at GUST. I'm an international business student. Hopefully after I finish my studies in a year and a half, I'll be moving on to my MBA, hopefully in GUST. And then later on in life, I'll probably do 2 to 3 years of work and experience in Kuwait, because it's I was raised here. I consider it my home country. And then hopefully I'll be taking the expertise that I took from GUST and my work experience and be taking it back home to America. Thank you. Assalamu alaikum. معكم يوسف العلي, طالب في جامعة الخليج, تخصص إعلام علاقات عامة. بالتأكيد كل واحد عنده طموح, وطموحي أنا أن أخلص دراستي وأكمل ماجستير والدكتوراه. وأيضا عندي طموح ثاني أني أخلي النادي الإعلامي من أفضل أندية جامعة الخليج ومن أفضل الأندية الموجودة بالكويت, وهذه حط طموحاتي. معكم محمد من جامعة قصد علاقات عامة, وإن شاء الله بالعشر سنين هذه في وايد أشياء في بالي أسويها. أول شيء طبعا كتخرج ودي أتخرج بسرعة وقت. ثاني شيء ودي بالعشر سنين أكون مليونير إن شاء الله, مليونير اللي هو, بس يعني مليونير حلو. ويعطيكم العافية على جهودكم, وإن شاء الله استمتعتوا معنا بويك الميديا. السلام عليكم, معكم محمد غالب, بدرس في جامعة الخليج العلوم تكنولوجيا ماركتينج, ومدير شركة عروض كيئد. طبعا بحب ان شاء الله بعد التخرج اني اكمل بشغلي, والشغلات تعلمت فيها كماركترز ان شاء الله حطبقها على يعني ماي اون كومباني, وان شاء الله بتويسر. السلام عليكم, اسمي عبد العزيز دويلة, طالب جامعة الخليج تخصص فاينانس. اشوف نفسي ان شاء الله بعشر سنين ان شاء الله انه يعني اكون ناجح في مجالي تخصصي اللي هو الفاينانس, واحصل على وظيفة زينة تبين كانت ان شاء الله بالمجتمع. السلام عليكم, معكم محمد الخيص من جلف يونيفرسيتي, ادرس فاينانس وان شاء الله اكمل الماستر وهذه سنتي الثانيه. يعطيكم العافيه, معكم بدر جمال الدبوس من استقرايم المستقله في جامعه الخليج. اول شيء احب اشكركم على جهودكم الجبار في الجامعه. شنو اشوف نفسي بعد 10 سنين؟ اشوف نفسي شخص ناجح ان شاء الله, ان شاء الله اكون احد مراكز في الكويت ان شاء الله. يعطيكم العافيه وقواكم.